EOS من غبار الجنيات، مظلل تلجي، فرشة ميك اب من الزرع، مظلل الجفون من الكتاب السحري. يلا نتفرج على الفيديو الجديد علشان نشوف الميك اب اللي الجنية الخضراء والجنية الزرقاء بيستعملوه كل يوم. الجنية الخضراء وأختها الجنية الزرقاء عايشين في عالمين مختلفين، وبيتقابلوا على الحدود بين عالم الصيف وعالم الشتاء علشان يتبادلوا الهدايا. الجنية الزرقاء هتقابل أختها ومجهزة لها هدية جميلة. هنحط ميك اب باللون الذهبي والفضي والبرونزي جوه علبة ميك اب فاضية، ونعمل كل لون على شكل الدايرة. هنزود كحول أبيض ونضغط البودرة، ونشيل الشعار اللي على العلبة بالأسيتون، ونرسم قلب بألوان الأكريليك، ونزينه باللون الذهبي، وندهن الرسمة بالمانيكير الشفاف. الجنية الخضراء وصلت، طارت كل المسافة دي من عالمها الصيفي، لكنها ما تقدرش تعدي الحدود عشان الناحية التانية برد جداً، ولو عدت هتتجمد. أختها بتديها الهدية، شوفي اللون البرونزي الصيفي، هيديكي لون وهتبقي نجمة أي حفلة تروحيها في مملكتك الصيفية. الجنية الخضراء كمان معاها هدية لأختها، حتى العربة مرسومة عليها صورة الجنية الزرقاء. شوفي المظلل ده، أنا عملتهولك بنفسي. هنلزق كذا نجمة من نجوم الزينة مع بعض، ونلزق فيهم شمع رفيع من مسدس الشمع، ونضيف بودرة المظلل في علبة بودرة فاضية. هنستخدم الأبيض والأزرق الفاتح بدرجاته، ونزود كحول أبيض ونضغط البودرة، ونطبع النجمة في النص، ونملى كل نص من النجمة ببودرة من اللون العكسي. هنزود كحول أبيض ونضغط البودرة، ونلون العلبة من بره بلون أكريليك أبيض، نرسم صورة الجنية الزرقاء، ونلون الصورة بألوان الأكريليك، ونرش عليها سبراي اللمعان. طب إزاي هقدر أديها الهدية من غير ما إيدي تتجمد؟ طبعاً عن طريق الشبكة، صح كده؟ فكرة هايلة، الجنية الزرقاء بتفتح العلبة اللي عليها صورتها. واو، جميلة قوي! شوفي إزاي أنا وشي بقى بيلمع تحت ضوء الشمس؟ هدية حلوة جداً! إيه الأصوات الغريبة دي؟ السما مغيمة كده ليه؟ دي بومة التلج؟ بتحب تطير فوق التلج؟ دي شكلها مبتدئة وبتوقع ريشة. الجنية الزرقاء مسكت الريشة وتحولت في إيدها لأنبوبة مسكرة. هنلون أنبوبة مسكرة بلون أكريليك أزرق فاتح، ونقطع قطع من اللباد اللامع على شكل ورقة شجر، ونلزق ريشات صغيرة على اللباد، ونرسم عروق الورقة بألوان القماش البيضة، نقص الريشة، ونلزق النصين على الأنبوبة والغطا. مسكرة ريش البومة بتخلي رموشك أطول وأتقل. الجنية الزرقاء مبسوطة جداً من شكلها دلوقتي، عاملين زي أجنحة الطائر. الجنية الخضراء سمع صوت فراشة حواليها. شش، وطي صوتك، لازم أصطادها. الجنية الخضراء جابت شبكة صيد الفراشات. أخيراً الفراشة وقفت على الوردة، مسكتك، والفراشة السحرية تحولت لأيلاينر. هندهن الأنبوبة بالبرايمر الأبيض، ونزينها باللون الأخضر، ونرش عليها جليتر أخضر، ونلون باللون الأصفر ما بين الأخضر، ونلون غطى الأنبوبة باللون الأصفر، ونثبته بمانيكير شفاف. هنقص أجنحة من ورق الهدايا، ونلزقهم على الأنبوبة. الجنية الخضراء بتحدد عينها بالأيلاينر السحري، ده خفيف جداً زي الفراشة. الأختين مبسوطين جداً بأدوات الميك اب السحرية. الجنية الخضراء جمعت ورود جوه سبت لأختها، والجنية الزرقاء جابت لأختها سبت مليان بنجوم التلج. الجنية الخضراء بتختار هدية من السبت بتاعها EOS بغبار الجنيات. هناخد زبدة الكاكاو من علبة EOS وندوبها في الميكروويف. هنشيل الشبكة ونربطها في الغطا، ونضيف بودرة مكياج ذهبي على زبدة الكاكاو السايلة، وكمان ميك اب جليتر، ونخلطهم مع بعض كويس، ونصبهم في العلبة التانية، ونسيبهم يبردوا. هندهن العلبة بلون أكريليك ذهبي،
ونزينها بالجليتر الذهبي، وندهن طبقة من المانيكير الشفاف لحمايتها. الاي او اس الذهبي ده اكيد كان مزروع جوه وردة، وعشان كده بيلمع جدا. الجنية الخضرة بتزين شفايفها بغبار الجنيات الذهبي السحري، اي حد هتديله بوسة دلوقتي هيتسحر. يا ترى الجنية الزرقاء معاها ايه؟ هي الوردة اتجمدت منها تاني؟ تعالوا نشوف ازاي هدي كرة التلج دي لاختي. ممكن ادحرجها لها عبر الحدود، واول ما بتمسكها التلج بيسيح وبتلاقي جواها زبدة كاكاو اي او اس سحرية. هنرسم شكل وردة باستخدام خل السنان، ونشيل زبدة الكاكاو الزيادة. هنجيب زبدة كاكاو قديمة ونخلطها بألوان طعام، ونسخنها في الميكروويف، ونملأ الفراغات مكان الرسم بيهم، وفي النص نضيف حتة زبدة كاكاو فضي. نلون النص بلون أغمق. يلا نعمل العلبة. هنجيب كرة بلاستيك مفرغة بتتفتح نصين، ناخد نصف الكرة ونضيف جليتر ونوزعه على الجدار. نحط علبة اي او اس ونصب مية وجليتر ونجمدها في الفريزر، ونفس الكلام في النص التاني لكن من غير علبة الاي او اس، ونغطيه بالنص المتجمد ونجمده تاني. واو، ده فعلا كان فيه وردة متجمدة جوه كرة التلج. بس علبة اي او اس دي وردة رقيقة جدا. لازم نشكر الجنية الزرقاء على الهدية الجميلة دي. الجنيات بيقروا في الكتب، بيدوروا على طريقة لعبور الحدود الجليدية. أكيد في طريقة في كتاب من دول، يمكن الكتاب اللي بأجنحة زرقاء ده. إيه ده؟ ده مش كتاب، دي علبة ميك اب. هنطبق جلد الكراسة بسلك ونرسم شكل جناح الجنية ونقصها، ونقطع السلك الزيادة، ونشيل جناح من الكرتون ونرسمه على فوم مطاطي لامع، ونقصه ونلزقه في الظهر، ونفس الكلام مع الجناح التاني، ونفرغ أماكن السلك بالسكينة، ونرسم الأجنحة على ورقة من الفوم المطاطي ونلزقها بالأجنحة من الداخل، ونعمل طبقة تانية من الأجنحة من الفوم اللامع، نرسم عليها أشكال مربعات، وباستخدام البرجل نعمل دوائر، ونقطع الأشكال اللي رسمناها، ونلزق الطبقتين المفرغين على الأجنحة، ونغطي حروف الأجنحة باستخدام الشمع الأزرق اللامع، ونركب السلك. نعمل تجويفين في نهاية قطع من شمع المسدس اللامع باستخدام طرف المسدس، ونزين الشمع بقطع من الكريستال، ونلف سلك نحاس على الأطراف. نضيف العصاية جوه السلك ونثبتها بالمسدس الشمع، ونضيف كريستال على الجلدة الخارجية، ونرسم حواليها نص دايرة ومسدس الشمع، ونزينها بألوان أكريليك ذهبي، ونكتب على الكتاب من بره بألوان الأكريليك الذهبي، ونلزق علبة مظلل للجفون جوه الأماكن المخصصة ليها. وكمان ممكن نستعمل بواقي الميك اب علشان نملى بيها الفراغات، ونضيف شوية كحول أبيض ونضغط لتحت. علبة الميك اب السحرية دي فيها كل الميك اب المناسب للجنيتين، الميك اب الشتوي للجنية الزرقاء والميك اب الصيفي للجنية الخضراء. لكن هنستعمل ايه علشان نحط مظلل للجفون؟ الجنية الخضراء شايفة ان الفرش العادية مملة جدا، تعالوا نحاول نعمل من الفرش العادية فرش سحرية للميك اب السحري، كده أفضل. هنغطي فرش الميك اب بمانيكير الشفاف، وندهن طبقة من مانيكير الأخضر البارز. عشان ده ينجح لازم يكون المانيكير تقريبا ناشف ولزج. ندهن طبقة من المانيكير الشفاف للحماية، ونزين الفرشة بالمثلثات المستخدمة في تزيين الأظافر، ونلزق كورة من الفرو في آخر الفرشة. دلوقتي الجنية الخضراء أكيد تقدر تعرف فرش الميك اب بتاعتها من بين كل الفرش، لأنهم فيهم كور الفرو الجميلة. الجنية الخضراء بتحط الميك اب على وشها، ودلوقتي الدور على الجنية الزرقاء. لكن الجنية الزرقاء محتاجة فرش برضو. الجنية الخضراء بتدي أختها الفرش بتاعتها، لكن بمجرد ما الفرش بتعدي الحدود بتكون عليها طبقة من التلج. نضيف فرشة ميك اب على ورق الزبدة، وبنستخدام الصمغ هنرسم شكل ورقة النجيلة على إيد الفرشة، ونعمل نفس الكلام على الناحية التانية، ونظبط الشكل بالسكينة
ونساوي الحروف بطرف المسدس الشمع، ونلف النهايات حاجة بسيطة علشان تاخد شكل النجيل الحقيقي. نرسم قلب الوردة والأوراق على ورقة الزبدة بمسدس الشمع، ولما ينشفوا نشيلهم من على الورقة، ونلزق الوردة في إيد فرشة من الفرش، وندهن النبات المتجمد بلون أكريليك أزرق فاتح، وقبل ما اللون ينشف هنرش عليه جليتر. هنخليه يدينا منظر التلج، وكمان هنرش عليه بعض النجوم اللامعة عن طريق المانيكير الشفاف، وندهن كل اللي عملناه بمانيكير الشفاف مرة تانية. واو، إيه السحر ده؟ الجنية الزرقاء بتحط ميكب على وشها بالأدوات الجديدة، لكن لما حاولت ترجعهم لأختها تغيروا تاني. عند الجنية الخضراء بيتحول لونهم للأخضر. مش معقول، هو معنى كده إن الحدود ما بين العالمين بتغير الحاجات بس مش بتدمرها؟ كده ممكن الأختين أخيراً يتقابلوا. عجبكم فيديو ميكب الجنيات الجديد؟ اكتبوا لنا في التعليقات إيه هو الميكب اللي عجبكم أكتر، ميكب الجنية الخضراء ولا ميكب الجنية الزرقاء؟ وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة من تروم تروم.